اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم عشاق السيارات، ودلوقتي من داخل جناح تويوتا في معرض اوتوماك فورميولا 2018، وبنتفرج على وحش تويوتا او ايقونه تويوتا للسيارات السيدان، تويوتا كامري. طبعا دي الايقونه في كل العصور، تويوتا كامري، واختاروا لون مميز قوي، اللون الاسود الملوكي. طبعا السياره واقفه ما شاء الله، طبعا شايفين هنا كده الدي لايت بتاعها وعلامه تويوتا اللي بتتوسط مقدمه السياره بحجم كبير، نيكل شكلها جميل جدا، السياره تصميميا تحفه. تعالوا نتفرج عليها، رايات كبيرة وواضحة وخارجة للخارج بحيث انها تحقق لك رؤية واضحة. السيارة من الخارج تحفة تصميمية، سيارة انسيابية جدا وجميلة جدا. وتعالوا نتفرج على مؤخرة السيارة اللي عجباني قوي بقدر المقدمة بتاعتها. ايه رأيكم في المؤخرة دي؟ تحفة. شايفين هنا الإضاءة الليد دي، أشكال مميزة جدا، وفعلا تصميميا السيارة تحفة تحفة تحفة. حتى المصد الخلفي هنا، الاكسدام الخلفي، وهنا فتحة العادم النيكل زي ما شايفين هنا كده العواكس. السيارة بأمانة تصميميا تحفة. تعالوا نتفرج بقى على صالون السيارة. طبعا الباب ولا أروع، التقل بتاعه، قفلة الباب حتى لوحدها، شايفين؟ تمام. تعالوا هنا بقى الخامات، طبعا خامات ما شاء الله، يعني الجلد كامل. هنا التحكمات بتاعة الإزاز، سماعات، السيارة بتنزل ب6 سماعات ونظام صوتي كامل من شاشة 8 بوصة، وطبعا مقود بتحكم كامل ومثبت سرعة. وطبعا العدادات هنا زي ما شايفين، عدادات شكلها جميل جدا. وطبعا المفروض ان السيارة دي اعلى فئة فيها كل الكماليات وكل انظمة الامان. العربية فيها نظام ثبات الكتروني كامل، اي بي اس، اي بي دي، بريك اسيست، كل انظمة الامان اللي ممكن نتخيلها في السيارة موجودة. وطبعا ده الصالون من الامام تحفة تحفة تصميمية زي ما شايفين، والخامات بتاعته، المسند هنا الوسطي حاجة جميلة جدا. وطبعا القعدة الرياضية، برغم انها عربية سيدان الا ان انت شايف القعدة بتاعتها رياضية. وهنا التطعيمات اللي عطيك زي شكل الابانوس، تمام. وطبعا سخانات الكراسي، الفتيس الاستبترونيك، والشاشة اللي قلنا عليها 8 بوصة، وطبعا التكييف بتاعها تاتش بالكامل. السيارة زي ما قلنا برغم انها سيدان الا انه عطيك الوضعية بتاعت الرياضية، الجلوس الرياضي المستريح. تعالوا نتفرج هنا كده، دي السيارة من الخلف. طبعا العيب اللي قاتل هنا بالنسبة لنا فكرة النفق الوسطي العالي قوي، زي ما شايفين نفق الفتيس الوسطي العالي قوي اللي في النص ده، ولكن هنا في فتحات تكييف خلفية. السيارة تقريبا لا ينقصها اي من الرفاهية او عوامل الامان. طبعا فتحة السقف، تحكم الطارق كامل، كل حاجة كل حاجة. وطبعا مؤخرة السيارة اللي احنا قلنا تصميميا تحفة. وتعالوا نتفرج على شنطة السيارة، الشنطة بتفتح هنا تاتش زي ما شايفين هنا كده، تمام. الشنطة ما شاء الله مساحتها ممتازة، غويطة جدا جدا زي ما شايفين، مساحة كبيرة قوي. وزي ما شايفين هنا كده ده المكان بتاع الفردة السبير وطقم العدة بتاع السيارة. ونيجي هنا للقلب النابض لتيوتا كامري، موتور تيوتا اللي زي ما شايفين هنا دايل في في تي اي. وطبعا الموتور ده 2500 سي سي، 178 حصان و230 نيوتن عزم. طبعا موتور طبعا متفوق، وزي ما احنا متعودين ان تيوتا دايما بتبقى مواتيرها اعتماديه، الموتور نفس تصميمات مواتير تيوتا، موتور مميز وحقن طبيعي مش تربو. وزي ما شايفين هنا التغليف للكبوت المساعدين هنا، انا شايف ان المنطقه بتاعت الموتور دي منطقه مميزه، وزي ما احنا متعودين من تويوتا دايما بيبقى اميز حاجه في السياره الموتور بتاعها. سياره تويوتا كامري في منتهى الجمال، ولكن يعيبها سعرها 2,050,000، 2,050,000 في العربيه تويوتا كامري. صحيح هي ايقونه وجامده، بس هل هي مين اللي يقدر على ثمنها؟ اكيد اللي بيحبها. المهم لو السياره عجباكم وحابين ان احنا نعمل لها تقييم شامل، احنا دلوقتي بنتفرج عليها نظره سريعه وحابين نعمل لها تقييم شامل، اكتبوا لي في التعليقات، وما تنسوش تشتركوا في القناه، والمشتركين يحاولوا ان هم يفعلوا رمز الجرس عشان تشوف كل جديد. اتمنى ان يكون التقييم السريع ده عجبكم، ويلا بينا نكمل باقي السيارات في المعرض.